طبعة المشاهد تبدأ الآن. أهلا بكم مشاهدينا وإلى أبرز العناوين. ولي العهد يصل إلى الصين في ثالث محطات جولته الآسيوية. اتفاقيات تعمق الشراكة السعودية الهندية ومذكرات تفاهم تؤكد على مكافحة الإرهاب ونشر السلام. مجلس الشورى يطالب العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من رسوم الوافدين والمجمعة. مشاهدينا نبدأ أولى ملفاتنا الصحفية ومع ثالث محطات زيارة ولي العهد الآسيوية، حيث وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الصين في زيارة تكتسب أهميتها للبلدين، ذلك بسبب الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الدولتين في تنفيذ رؤية 2030. وتهدف زيارة ولي العهد إلى تعزيز التحالف الاستراتيجي بين البلدين ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، حيث تعتبر المملكة الصين حليفا موثوقا به سياسيا وشريكا تجاريا. مشاهدينا قبل البدء بمناقشة ملفاتنا مع ضيوفنا الكرام، دعوني أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. ضيفي في الاستديو الكاتب الصحفي الأستاذ منصور الضبعان، حياك الله. الله يبقيك، شكرا. يا هلا بك. وأيضا مشاهدينا من جدة الأستاذ حامد الرفاعي، صحفي في جريدة المدينة، أهلا بك أستاذ حامد. مرحبا بك وبضيفك الكريم وبالمشاهدين، حياكم الله جميعا. أبدأ معك أستاذ منصور، إذا بنتكلم عن العلاقة ما بين المملكة والصين، تعتبر المملكة أكبر شريك تجاري للصين وبنفس الوقت هي أكبر دولة مصدرة للنفط إلى الصين، تعليقك؟ طبعا العلاقة السعودية الصينية منذ 77 سنة، لكن لم تتخذ الشكل الرسمي الجاد إلا في 1990. فكان هناك تعاون على جميع وكافة المستويات. الآن اليوم يعني بعد توقيع العديد من الاتفاقيات والمذكرات، اليوم أرامكو هي المورد الأكبر والأول للصين. يعني في 2008 بلغت التجارة الثنائية بين البلدين إلى أكثر من 32 مليار يورو. أستاذ حامد، في ظل أن السعودية زي ما ذكرت قبل شوي تعد أكبر شريك تجاري للصين في غرب آسيا وأفريقيا، وأنها أيضا أكبر دولة مصدرة للنفط للصين، سؤالي لك، كيف ممكن لهذه الزيارة أن تعزز العلاقات الاستراتيجية ما بين البلدين وأيضا حجم الاستثمار حول أو ما بين الصين والمملكة؟ بداية لا بد أن أشير إلى أن هذه الزيارة امتدادا للنجاحات المتوالية للدبلوماسية السعودية. نحن شاهدنا قبل أكثر من سنة خادم الحرمين الشريفين كانت له زيارة في الصين، وتم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالجوانب الإنسانية والتعليمية والعسكرية والاقتصادية والثقافية. الآن نشاهد سمو ولي العهد يواصل هذا النهج من خلال هذه الزيارة التي تهدف إلى تطوير هذه العلاقة، خاصة وأن رؤية المملكة 2030 تركز على تطوير العلاقات مع دول شرق آسيا. نحن نتحدث عن الصين التي تعتبر ثاني أكبر دولة في الجانب الاقتصادي. بالفعل سوف تشهد هذه الزيارة العديد من النجاحات المرتبطة بجميع الجوانب، سواء العسكرية أو التعليمية أو الاقتصادية وغيرها، خاصة وأن الفترة الماضية
شاهدنا المملكة العربية السعودية والصين كانت لهم أعمال مشتركة في الجوانب المتعلقة بالفضاء، وكانت لهم تجارب ناجحة. نشاهد أيضا أن هذه الزيارات ابتعدت عن البروتوكولات الرسمية. الآن نشاهد زيارات ناجحة مثمرة للبلدين وللشعبين السعودي والصيني. لاحظنا خلال الفترة الماضية أيضا ارتفاع التعاون بين رجال الأعمال سواء في الجانب السعودي أو الجانب الصيني، ارتفاع الطلب على التأشيرات. كل هذه الجوانب تبين أن زيارات سمو ولي العهد وقبلها زيارات سيدي خادم الحرمين الشريفين هي زيارات مثمرة للشعب السعودي ومثمرة للوطن بشكل عام. دعوني مشاهدينا أنتقل إلى ثاني ملفاتنا الصحفية، حيث شهدت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التاريخية إلى الهند توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمة. كما أكد بيان مشترك على هامش الزيارة توصل الجانبين لاتفاق بشأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية. وأفاد البيان المشترك الصادر أمس الأربعاء اتفق الجانبان على تدعيم الشراكة الاستراتيجية القائمة بآلية إشراف عالية المستوى بقيادة رئيس الوزراء الهندي وولي العهد وفقا لوزارة الخارجية. أستاذ منصور، كيف تثبت جولة ولي العهد هذه الجولة الآسيوية، وخاصة نتكلم عن الهند بما أنه هذا الملف نتكلم عن زيارة ولي العهد إلى الهند، قدرة المملكة على إرساء الشراكات في مختلف الدول إذا نتكلم على صعيد دولي؟ إرساء مثل هذه الشراكات ومثل هذه الأمير محمد في زيارته المباركة للهند تأتي امتداد لتاريخ طويل من العلاقات بين البلدين. نحن نتكلم عن 7 عقود من التعاون على جميع الصعد، من الأيدي العاملة وحتى التعاون العسكري والاستخباراتي. هذه الاتفاقيات طبعا تم توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في 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 الهند في هذه الزيارة. هذه إرساء الاتفاقيات وإرساء مثل هذه، هذا فن سعودي أصيل دائما، يعني لا يصب في مصلحة السعودية فقط. يعني لو علمنا أن لو لاحظنا أن زيارة الأمير محمد من بين باكستان والهند أيضا جاءت حتى لدعم الاستقرار بين البلدين بعد الاضطرابات الأخيرة، وقطع جميع السبل للقطاعات والدول التي تقتات على الأزمات. إذن السعودية في توقيع الاتفاقيات يتجاوز مصلحتها المحلية إلى دعم الاستقرار العالمي والاقتصاد العالمي والسلم العالمي. السعودية جادة في 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 هذا المجال، أيضا جادة في دعم الاقتصاد المحلي من خلال، لو لاحظنا أنه الكثير من المجال الاقتصادي كان طاغي على زيارة الأمير محمد في 3 بلدان. نعم أستاذ حامد، هل نحن أمام تحول خليجي في التواصل مع الهند أو العلاقة مع الهند الذي كان قائما فقط، إذا نتكلم على العلاقة السعودية مع الهند يعني في فترة ماضية كانت قائمة فقط عن المصالح التجارية حصرا؟ صحيح بالفعل. نلاحظ من خلال هذه الزيارة أن المملكة العربية السعودية وقعت العديد من الاتفاقيات غير المتعلقة بالجوانب التجارية.
مثلا المتعلقة بالانضمام للتحالف العالمي للطاقة الشمسية. هذا مثال بسيط يبين أن المملكة العربية السعودية ودول الخليج بدأت تنهج نهجا جديدا مع دولة عظيمة مثل الهند، ابتعدت عن مجال واحد وإنما بدأت حريصة على الاستفادة والإفادة من جميع الجوانب المعززة لتطوير وتطور هذه الدول. نلاحظ أيضا من خلال هذه الزيارة تأكيد سمو ولي العهد عندما ذكر في كلمته الضافية بأن المملكة العربية السعودية لا تبيع النفط لوحده، وإنما مع بيع هذا النفط تحرص على توقيع الاتفاقيات المتعلقة بالجوانب الصناعية المتعددة والمرتبطة أيضا بالنفط. هذا كلام عظيم ومن شخصية عظيمة مثل سمو ولي العهد الذي حظي باستقبال كبير، وهذا يدل على مكانة المملكة العربية السعودية بين هذه الدول. نحن شاهدنا سمو ولي العهد في زيارته المتعددة والتي كان آخرها زيارته إلى باكستان ثم الهند والآن في الصين، نشاهد استقبال عظيم. نقارنه ببعض الدويلات نلاحظ الفرق بين شخصية اعتبارية مثل سمو ولي العهد يحظى بهذا الاهتمام وغيره لا يستقبله حتى وزير بلدية. فنشاهد أيضا سمو ولي العهد يحرص من خلال هذه الزيارات على وضع مصالح أبناء الوطن أمام عينه ومصالح العالم بأجمعه من خلال الاتفاقيات المرتبطة بمحاربة التطرف والإرهاب. نقارنها بشخصية أخرى من هذه الدويلات التي يذهب إلى دول أخرى لتوقيع للحصول على توقيع رؤساء الدول على كرة قدم. بالفعل من حقنا أن نفتخر بهذه القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وبسمو ولي عهده الأمين. نعم أستاذ حامد، ما أهمية وجود دولتين الهند والمملكة جنبا إلى جنب مع الأخذ في الاعتبار أنهم أعضاء في مجموعة العشرين؟ صحيح، لاحظنا أيضا قبل هذه الزيارة الاستقبال الذي حظي به ولي العهد عند زيارته وتمثيله للمملكة العربية السعودية. أيضا هذا يبين أن المملكة العربية السعودية دولة من الدول المهمة لدول العالم، وقد ذكر ذلك العديد من رؤساء هذه الدول. الهند حريصة أيضا على أن تضفي علاقتها مع المملكة العربية السعودية بالعديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي تصب في المصلحة العامة للدولتين وللعالم بأجمع. أستاذ منصور، إلى أي مدى ستساهم هذه الاستثمارات، يعني سواء الاستثمارات حتكون على الأراضي الهندية وعلى الأراضي السعودية، إلى أي مدى ممكن تساهم في إعطاء فرص أو أنه خفض معدل البطالة وإعطاء فرص للعمل للشباب السعودي؟ طبعا السعودية في من خلال الرؤية السعودية 2030 ترتكز على التوطين بالدرجة الأولى، توقيع الاتفاقيات مع الهند يخدم مصلحة البلدين في الداخل الهندي وأيضا في الداخل السعودي. نحن لدينا في السعودية 2,700,000 مقيم هندي يشاركون في التنمية، أيضا لدينا استثمارات داخل الهند مثل ما تفضل أخوي حامد، أنه السعودية يقول الأمير محمد أو كما قال الأمير محمد أنه لا نكتفي فقط في بيع النفط بل نستثمر في البلد المشتري. أستاذ حامد، ما أهمية إنشاء مجلس للشراكة الاستراتيجية ما بين البلدين الهند والمملكة؟ ما أهمية هذا المجلس ولماذا أنشئ؟ تكمن أهمية هذا المجلس في متابعة تنفيذ هذه المعاهدات والاتفاقيات على أرض الواقع. نحن نتحدث عن اتفاقيات ومعاهدات من خلال هذه الزيارة والزيارات السابقة لسمو ولي العهد للعديد من الدول، ونشاهد تنفيذها على أرض الواقع. شاهدنا في المجالات السياحية
النجاحات التي حظيت بها المملكة العربية السعودية. أيضا في المجال الصناعي شهدنا نجاحات، شهدنا مدن صناعية ومشاريع صناعية جديدة في جنوب وشمال المملكة وشرقها وغربها. أيضا مثل هذه المجالس تتابع وتحرص على إزالة جميع العوائق المتعلقة بتنفيذ ما تضمنته هذه المعاهدات والاتفاقيات. نعم أستاذ منصور، ما توقعاتك لنتائج هذه الجولة خاصة أن الصين هي الختام؟ دعم الاقتصاد المحلي في بلد مثل السعودية يدعم الاقتصاد العالمي، وبالتالي يدعم الاستقرار والسلم العالمي. السعودية تلعب في عدة جبهات، لا تكتفي فقط، لا تملك أي أنانية في 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 مشروعاتها. فهذه الزيارات طبعا تخدم في الدرجة الأولى متطلبات رؤية 2030 في مجالات التعاون العسكري والاقتصادي، وحتى على مستوى الأيدي العاملة والاستثمار في البلدين. الأمر ينعكس على العالم كله، وهذا ما يسعى ما تسعى إليه السعودية من خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان. نعم، زيارة ولي العهد تهدف مشاهدينا لبحث تطوير التعاون بين البلدين وإدخالها إلى مرحلة جديدة. مشاهدينا، قبل أن نغلق هذا الملف نتابع أبرز كلمات الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لنيودلهي ونعود. أهلا بكم من جديد، وأرحب بكل المشاهدين اللي انضموا لنا في هذا الملف الثالث من ملفاتنا الصحفية، حيث طلب مجلس الشورى من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدراسة إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة في المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل في الوقت الحالي، تحقيقا لرؤية المملكة في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35% وخفض معدل البطالة إلى 6%. أستاذ حامد، الشورى يطالب بإعفاء منشآت من المقابل المادي والفاتورة المجمعة في المهن اللي لا يمكن توطينها، أو السعوديين لا يقومون بشغل هذه الوظائف في الوقت الحالي. سؤالي لك، ما أهمية هذه التوصية في رفع الناتج المحلي من جهة والقضاء على البطالة من جهة أخرى؟ بالفعل هذه الدراسة أتمنى أن تأخذ بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحمل الجد وبفترة وجيزة من الزمن، خاصة ونحن نتحدث عن أكثر من 295 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في المملكة العربية السعودية يهمها هذا القرار وما تتضمنه الدراسة.
أيضا لا ننسى أن وزارة العمل اعترفت خلال الفترة الماضية بوجود صعوبة في توطين 8 مهن متعلقة بالطب والهندسة والصيدلة وأيضا في التقنية وكذلك في مجال المحاسبة المالية وغيرها من المهن. هذه الإشكالية تستلزم من وزارة العمل أن تأخذ هذه الدراسة وأن تأخذها إلى حيز التنفيذ. نحن نتحدث عن ناتج محلي من خلال رؤية المملكة العربية السعودية تؤكد بأهمية أن يرتفع هذا الناتج في هذا المجال من 20% إلى 35%، ولا بد من إيجاد الحلول السريعة والناجحة للقضاء على الإشكالية التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة. لا بد أن نعترف بوجود إشكالية ووجود صعوبة في توطين بعض المهن كما أكدت وزارة العمل. الآمال كبيرة بوجود معالي وزير العمل الدكتور الراجحي، هو يعمل وهو شخصية جريئة في تنفيذ وتغيير القرارات التي يرى أنها غير ناجحة وتستلزم البدء في تغييرها وتنفيذ ما يتطلب الأمر من ذلك. نعم أستاذ منصور، هل سنشهد في الفترة المقبلة تطبيق لهذه التوصية على أرض الواقع الموجهة من مجلس الشورى إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؟ ما لازال الوقت مبكرا يعني الحديث عن تطبيق سريع، لكنه يعني نقترب من 1,000,000 منشأة متوسطة وصغيرة. مثل هذه المنشآت لا يجهل أحد دورها في دعم الاقتصاد المحلي ودعم الناتج المحلي ودفعها لعجلة الاقتصاد، أيضا دورها الرئيس في خفض البطالة. لذلك وزارة العمل ملزمة في تطمين هؤلاء هذه المنشآت وتوضيح الكثير من النقاط، لأنه هناك في ارتباك لدى المسؤولين عن هذه المنشآت وفي جهل لبعض النقاط. وزارة العمل ملزمة في توضيح العديد من النقاط، في تطمين هؤلاء بأن هذا العمل ليس على عواهنه، بل لدعم الاقتصاد ودعم الاقتصاد المحلي والناتج المحلي. جميل جدا. سؤال أخير لك أستاذ حامد، ما مدى ضرورة ربط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ببقية الدوائر الحكومية لسببين: الأول تكامل الجهود، والثاني لتحقيق رؤية المملكة 2030. ما أهمية وضرورة هذا الجانب؟ هو باختصار لو سمحت سادة. هو جانب مهم، خاصة وأن وزارة العمل أعمالها ومنشآتها مرتبطة بجهات عديدة، مرتبطة بوزارة الشؤون البلدية، مرتبطة أيضا بالمحاكم، خاصة وأن الآن الهيئات العمالية تحولت إلى وزارة العدل. الموضوع ليس بالصعوبة، يعني الربط الإلكتروني نشاهد وزارات استطاعت بفترة وجيزة إنجاز هذه المهام. مثال بسيط وزارة العدل، ولذلك الربط الإلكتروني لوزارة العمل من الأهمية بمكان، ولا بد أن يتم بفترة زمنية قياسية. نعم مشاهدينا، هذا كل ما لدينا من ملفات في هذه الحلقة. ختاما أشكر ضيفي في الاستديو الكاتب الصحفي الأستاذ منصور ضبعان، شكرا لك، يعطيك العافية. وأيضا ضيفي من جدة الأستاذ حامد الرفاعي، صحفي في جريدة المدينة، شكرا لك أستاذ حامد. شكرا. الشكر الأول والأخير لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. أنقل لكم تحياتي أنا بدور أحمد وفريق عمل طبعة المشاهد. إلى اللقاء.